العزوبية والطلاق، رجعنا عايشين في واحد المجتمع كل شيء كيتهرب من الزواج، كل شيء كيدعي أنه باغي يبقى حر حيت الزواج مشاكل وكذا وكذا. المجتمع ما كيشجعش الشباب باش يكمل دينه ويبني مستقبله. الرجال والنساء في العصر السرعة خصهم كل شيء واجد، الدار والسيارة والخدمة، والصبر قليل. الله يحفظ هذا ما كيحمل هذا. والطلاق اللي ولا دابا حالة، فين ما مشيتي غتلقى طلاق، صاحبك، عائلتك، في الحومة ديالك، ما كاين غير طلاق. الله يلطف بينا، ها علاش ما كنصبروش؟ علاش اللي عنده الزوجة ديالو يتهلا فيها، واللي عندها رجلها تهلا فيه؟ وربي ما يخيبش العبد ديالو، والله يسهل على الشباب ديالنا كاملين والشابات. الدنيا فانية، أخرتها غير الموت، والقبر صغير، علاش لعيب؟ كنوجه واحد الرسالة صغيرة للشباب اللي كيقول لك ما عندي ما ندير بالزواج، راه مشاكل كذا وكذا. فهذا مجرد كلام فارغ، لأن الإنسان خصو يتوكل على الله تعالى والرزق ديالو مضمون. وتاني حاجة، ما عندك مناش تخاف من مشاكل ولا حتى شي حاجة، حيت تلقى جوج أزواج متفاهمين وجوج أزواج ما متفاهمينش، شي عايش في المشاكل شي عايش مزيان. إذا ما عندكش مناش تخاف، كل شي ديال الله. والتاني حاجة، بالنسبة للشباب، عديد من الشباب ما عندهمش الاستطاعة باش يتزوجوا. هذا راه واحد المشكل اللي خلق دابا بزاف ديال الشباب اعتزلوا الزواج نهائيا، ما بغاش يتزوج. ولكن خصكم تعرفوا بان الزواج واحد الشيء اللي مهم بزاف في الحياه ديالنا. الانسان يكون واحد الاسره ويزيد في الامه محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يزيد يطور هذا الشيء ويولد وليداته باش تكون عائله كبيره، باش تكون امه كبيره. فهذه هي سنه الحياه. ولكن دابا في العصر ديالنا بزاف ديال الامور تبدلوا، ما بقاوش كيف ما كانوا من قبل، الحمد لله والشكر لله. المهم كنتمنى ان شاء الله بحول الله تصلح الامور جميعا. وبالنسبه للطلاق اللي وسع دابا لدرجه كبيره، كلشي كيطلق، تلقى الانسان تزوج يلاه سيمانه وبدا في الطلاق، يلاه شهر وبدا في الطلاق. عديد من الاشياء اللي كنشوفوهم، يعني الناس ولاو كيطلقوا، الناس ما بغاوش يتزوجوا، مهم عديد من الاشياء. وكنتمنى من الله تعالى بحول الله يشوف فينا. بالنسبه للانسان اللي عنده الزوجه ديالو يتهلا فيها ويحبها ويتهلا فيها لدرجه كبيره، وكذلك اللي عندها الزوج ديالها تهلا فيه. ومعلاش غنديروا العيب، وعلاش غادي نوصلوا للطلاق، وعلاش وعلاش وعلاش؟ فاخرتها هي الموت كما قلنا لكم، والموت هي النهاية. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير. هذا غير واحد الفيديو صغير، ومازال كاين مفاجآت غادي نوجهه لكم ان شاء الله بحول الله. ما تنساوش تشتركوا في القناة ديالنا وتفعلوا الجرس باش ديما 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 يوصل لكم الجديد. مرحبا بكم.